مرحبا بكم مجددا في آخر جلسات النهار الأول بعنوان الفكر العربي الحديث والتصالح مع العصر. يدير هذه الجلسة الدكتور محمد الرميحي الذي هو بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة مؤسسة الفكر العربي بروفيسور في علم الاجتماع السياسي في جامعة الكويت، وله العديد من المؤلفات آخرها كتاب قراءة في أولويات العرب المعكوسة إصدارات ناشرون. سيطرح الدكتور رميح الإشكالية على المتحدثين ثم سيقوم بإدارة الجلسة وتقديم المتحدثين. للمناسبة جميع مداخلات المتحدثين هي موجودة مطبوعة في منصة الفكر العربي لمن يرغب بأخذ نسخ عنها. دكتور رميحي تفضل. سيدات والسادة، أسعد الله مساءكم. يسرني أن أعرض عليكم هذا المساء مجموعة من الأفكار مني ومن الزملاء هنا، وكما تلاحظون لدينا أغلبية نسائية حتى لا يتهمنا أحد بالتحيز للرجال. في نفس الوقت سوف تكون الأوراق موجودة خارج هذه القاعة وأيضا موجودة على موقع المؤسسة. العالم يرسم المستقبل، أين نحن من المستقبل فكريا؟ في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في موسم الحج الفائت الذي ألقاه نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، جاء في الخطاب: الأمة الإسلامية تستحق واقعا غير الواقع الذي تعيشه حاليا، والأمة تمر في هذا العصر في أحلك الظروف. أخشى ما أخشى أن تمر مرور الكرام أمام تلك الظروف ومتغيرات العصر التي أرجو أن لا نكون قد تجاوزتها كثيرا. هذا الهاجس الذي ينطبق على الأمة الإسلامية ينطبق أيضا على العرب. هذا القلق ليس خاصا بالقيادات العربية، بل هو قلق يتشارك فيه قطاع واسع من أهل الرأي في مجتمعاتنا العربية من واكشوط إلى الخليج. لا يوجد مفكر عربي أو مهتم بالشأن العام العربي إلا وتحدث عن هذا الهاجس منذ مطلع القرن العشرين إلى مطلع القرن الواحد والعشرين. يقول ويليام جيمس ديورانت صاحب المؤلف الضخم قصة الحضارة أن الإنسان عندما يفكر في غده فقد خرج بذلك من جنة عدن إلى وادي الهموم. النظر إلى المستقبل العربي هو السير في وادي الهموم. أول ما نلاقيه في هذا الوادي، وليس كل ما نلاقيه، أول ما نلاقيه هو موضوع الفكر والثقافة. العناية بهما هو العناية بالمستقبل، فأعظم قوة اكتشفها الإنسان هي قوة الأفكار، هي التي بنيت عليها الحضارات وشيد عليها التقدم الإنساني. في عالم متسارع بعد يجد العرب أنفسهم يسألوا نفس السؤال المتكرر: أين نحن من الآخر الذي خطى خطوات شرقا وغربا في حل مشكلاته والدخول في العصر؟ كيف لنا أن نستخدم منجزات العصر المادية ونتجاهل منجزاته الفكرية التي فعلتها تجارب مختلفة ولكن غنية من حولنا في هذا العالم؟ لقد واجهتنا نحن العرب خاصة ثنائية جبارة. أولى هذه الثنائيات أننا سقطنا عن عنوة ونحن لم نبلغ الحلم الاستقلالي أو نملك مصيرنا في الثنائية الأولى. الثنائية الأولى هي أنه فرض علينا حل المعضلة اليهودية التي عجز الغرب عن حلها باستباحة أرضنا وما تلاها من ردود فعل لا زالت فاعلة في حركتنا التاريخية جذبا ودفعا واضطرابا.
أما الصناعية الثانية الجبارة هي أن نغذي العالم العطش للطاقة بكل ما يعنيه من تدخلات من جانبهم في شؤوننا طلبا لتلك الطاقة أو سوقا لتصريف منتجاتها. وكان أفتح تلك التدخلات في مسألتين هي القضاء والتعليم. في ذلك الواقع وقع على مجتمعات خارجة من سبات إمبراطورية أثقلتها بنقص في العلم والمعرفة وغمرتها بالفاقة والخرافة، ثم وقعت تحت استعمار احتلالي. فاختلطت علينا الأولويات أول ما اختلطت والمصطلحات، ولم نحسن فكريا ضبطها كما اختلفت علينا الأولويات. قلت هنا أن جهالة البشر هي أمضى أسلحة أعدائهم، فقد اختلط علينا مصطلح الإسلام والمسلمون، الأول على نحو يشمل العقيدة والشريعة والبناء الأخلاقي، والثاني كشعوب وأمم تدين بالإسلام وتفهمه على نحو معين قد يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. عدم ضبط المصطلح يقودنا إلى صعوبة وأكاد أقول معضلة في التفاهم والفهم المشترك. بعضنا يقع في خطأ التعميم والآخر يقع في خطأ التبسيط، ولم ينتبه كثيرون منا إلى أن التراث الذي تصدى له بعضنا على أنه ثابت ليس إلا منجزات زمن تاريخي معين يرتبط برجالها من السلف الذين قالوا بها، ولا يقيد من أحد من الخلف، فاختلطت علينا الأزمان. لذلك وجدنا أنفسنا في مأزق، هذا المأزق المأزوم بأن حاضرنا الذي ينظر إلى الخلف لا يقود إلى غد أفضل، ونكاد ندور في حلقة مفرغة منذ أن عرف العرب الاستقلال، ملخصها الشعور بعدم الأمان الفكري. فبعض صراعاتنا المندلعة تعود جذورها إلى قرون، ولا تزال تقسيمات الماضي تلح على الحاضر، ولم نكتشف بعد فكريا صلاح ما تظهره النجوى وفداحة ما يخفيه السكوت. لذلك وقعنا فيما أسميه بالفصام النكد. لقد أصبحنا في حالة من الفصام بين الحياة السياسية والاجتماعية وبين التمتع بمنجزات العصر الحديث، بين التعصب الذي يكاد أن يحكم علينا بالهلاك وبين ضرورة الاتصال بالآخر والوعي بالدخول في الأزمنة الحديثة، بين مخاصمة الحداثة وبين مخاصمة التراث، بين استخدام العقل الصارم والنظرة الواقعية وبين مغازلة العاطفة والاكتفاء بالمواعظ. الحل في نظرنا وربما في نظر هذه المجموعة هو العودة إلى الفكر وإحياء منظومة فكرية حديثة تخرج عن مساقين، الأول تقليد التراث والثاني تقليد الغرب، كلاهما في فشل في وجهة نظرنا في مواجهة التحدي. حل كما اجتهد إخوة لنا في مثالين واضحين دون الدخول في تفاصيل في أندونيسيا وفي تركيا. حل يعتمد على استنباط أفكار لها فاعلية ومتسقة مع العصر والعمل على تبليغها. اليوم سوف نقوم باجتهاد بمشاركة نخبة من المتحدثين يطمحوا إلى الدعوة إلى فهم حركة التاريخ من حيث العلاقة الجدلية بين الإنسان ومجتمعه، بين الإنسان وزمنه، بحيث لا يكون المسار المراد لا مسألة جبرية ولا هي بمسألة آلية، بل بأيدينا نمسك بمصيرنا، وسبيلنا هو التفكير الحر العقلاني الذي ينتج في نظرنا ما يمكن أن يسمى بالعلمانية المؤمنة، أو في مفهوم آخر أسلمة الحداثة. لذلك سوف أقدم لكم المتحدثون. أولا هذه النخبة المتميزة هو أولهم هو الأخ الدكتور رضوان السيد، سوف يحدثنا عن ثقافة الاتباع ومشكلاتها. آخر كتاب صدر للدكتور رضوان السيد هو قضايا الزمن العربي المعاصر 7 دراسات.
والثاني هو سيد ولد أباه، دكتور سيد ولد أباه، يحدثنا عن الإبداع ومشكلاته، الأول عن الإتباع والثاني عن الإبداع. السيد ولد أباه آخر كتاب له هو الدين والهوية، والثالثة ثالثة المتحدثين هي الدكتورة منى فياض، سوف تحدثنا عن معوقات الإبداع الحديثة، وآخر كتاب لها هي أقنعة الثقافة. تفضلت زميلتنا هدى عوض التي سوف تلخص ورقة صديقنا العزيز الذي لم يستطع الحضور وهو أميل أمين من مصر. هل هناك مشكلة أقليات في الوطن العربي؟ المسيحية في الوطن العربي نموذجا. وخاتمة المطاف هي الدكتورة آمال قرامي من تونس، سوف تحدثنا عن معوقات الإصلاح الفكري نموذج الفتاوى المعاصرة. والدكتورة آمال لها كتاب جميل وضخم هو الاختلاف في الثقافة الإسلامية. دون إبطاء سوف يتحدث كل زميل من الزملاء في 7 دقائق فقط، ثم نقوم بسماعكم لأن هذا هو الأصل في المشكلة. دكتور رضوان. طبعا ليست المناسبة مناسبة أكاديمية، ولكن لذلك لن أذكر أكثر ما كتبته في الورقة، إنما وهي موجودة على الإنترنت على كل حال على الويب سايت، ولكن أريد أن أحدد ماذا يعني الاتباع، يعني لأن الذي تنسب إليه قديما وحديثا هذه الذنوب الكبيرة في الانسداد الحضاري الإسلامي القديم والانسداد الحضاري العربي الحديث. ما هو نهج الاتباع في مواجهة نهج الإبداع؟ الاتباع في المصطلح هو اتباع السنة، وهو نهج بدأ في القرن 2 الهجري، يعني بين 8 و9 للميلاد، نتيجة مشكلات صراعات كلامية وفقهية بين أهل الرأي وأهل الحديث من جهة، وبين المتكلمين والفقهاء والمحدثين من جهة ثانية، أضيفت إليها أحداث سياسية مثل فلتان الأمن في بغداد 6 سنوات، تحكم المحدثون في العامة في ذلك الوقت، ومثل محنة أحمد بن حنبل بين 218 و234 للهجرة. هذا النهج تأسس على أنه نهج نصوصي اتباعي متشدد في الأصل في الفقه، لكن بعد المحنة صار متشددا أيضا في العقيدة. والأثر الأول له أنه أسهم إسهاما بارزا في نشأة ما صار يعرف بأهل السنة والجماعة. لكن هذا النهج الذي ظل قويا في داخل الحضارة الإسلامية في كل العصور الوسطى وإلى مشارف الحداثة لم يكن ولا مرة نهجا مسيطرا، لا في الفقه ولا في العقيدة ولا في الثقافة. كان أحد فروع وتيارات هذه الثقافة الواسعة والعريضة، يعني الحنابلة الذين صاروا رمزا لهذا النهج الاتباعي ليسوا هم الذين تحكموا بعقيدة أهل السنة التي أسهموا في إنشائها، بل الأشعرية هي التي صار 90% من أهل السنة أشاعرة وليسوا حنابلة. ويتبادلن الاتهامات حتى الآن، قرأت قبل 3 أيام كتاب جدل سلفي أشعري، فالأشعرية هي التي حكمت، هي التي صارت تيارا غالبا مع الماتريدية في العقيدة. الأمر الثاني في الفقه، ما استطاعوا التحكم في الفقه في النهج الاتباعي، اضطر الحنابلة إلى إنشاء مذهب خاص بهم بدلا من أن يكونوا كما كانوا في 30 الأولى أيام الإمام أحمد باعتبار تلميذ الشافعي، كانوا أتباعا للشافعية ويعتبرون رسالة الإمام الشافعي هي المؤسسة لنهج الاتباع. ما استطاعوا الصبر على أنه ظهرت 4 مذاهب فقهية واسعة
فاضطروا إلى أن ينشئوا مذهبا فقهيا خاصا بهم، فهم في العقيدة ولا في لم يتحكموا لا في العقيدة ولا في الفقه. ولذلك رغم وجود هذا النهج الاتباعي، وأنا لا أحكم عليه على أنه نهج سلبي، أقول إنه كان موجودا، وإن الاتباع عندهم ضد الابتداع، وأن السنة ضد البدعة، وأن كل جديد في الدين على الخصوص حتى في الاجتهاد في 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 عصرهم الأول لا يقبلونه. بغض النظر عن ذلك في الحكم عليهم لم يكونوا ذوي أثر كبير في الحضارة الإسلامية ولا في الثقافة الإسلامية، رغم أن وجودهم لم يقتصر على الحنابلة وأهل الحديث بل تجاوزهم. نجد بعض الشافعية منهم، نجد رجلا كمحي الدين ابن عربي، هذا الفيلسوف العظيم الصوفي نجده حنبليا. يعني أقصد العقيدة الحنبلية لم تقتصر، المتشدد لم تقتصر على الحنابلة، لكن من جهة لم تكن مسيطرة، من جهة ثانية وهذا هو الأهم، أنها لم تكن تمثل جمودا على المستوى الحضاري، باعتبار أن فلاسفة كبارا وفقهاء كبارا وفنانين كبارا وصناعا كبارا كانوا حنابلة في العقيدة وكانوا مبدعين في ناحية من النواحي الحضارية الكثير. في على منذ 100 عام يتهم، وزاد الأمر في السنوات الأخيرة، يتهم هذا نهج الاتباع أنه مسؤول عن الانحطاط في الحضارة الإسلامية على مدى 1000 عام. وكانوا يقولوا نهج الاتباع، يقولوا التقليد، صاروا يقولوا الآن بصراحة الأرثوذكسية السنية التي تزعمها الحنابلة هي المسؤولة عن 1000 سنة من التخلف الحضاري والانسداد. كان الله يرحمه محمد أركون الذي توفي قبل أسابيع، الانسداد الأصولي مسؤولين عنه مسؤول عنه الأرثوذكسية السنية الحنبلية، رسالة الإمام الشافعي وكلام أحمد بن حنبل، كل هذه الحضارة انحطت وزالت بسبب، ولم يقتصر الأمر على المستشرقين ولا على محمد أركون، كل الناس الآن في السنوات 20 الأخيرة بلوا أيديهم، 20-30 سنة الأخيرة بلوا أيديهم في هذه المسألة. الذي أريد أن أصل إليه باعتبار الوقت قصير، بعد أن قدمت بأنه بموقعهم القديم وأنهم في هذا الموقع لم يكونوا مسيطرين بغض النظر على الحكم على نهجهم، أريد أن أختم بأربع نقاط تلخص هذه المسألة الشديدة الأهمية. يعني ما سببه؟ هل عندنا صحيح انحطاط 1000 عام؟ الآن في مؤتمر بدأ اليوم في الجامعة الأمريكية، مؤتمر أكاديمي عظيم مشاركين فيه أساتذة كبار، عن الانحطاط الألفي عند المسلمين، وهذه طبعا تعرفونها، بدأت هذه صارت تستخدم في السياسة منذ كتاب هانتينغتون عن انحطاطنا وأنه ما عندناش إصلاح ديني ولذلك وضعنا سيء، والسلفية هم سبب عدم الإصلاح الديني. أولا، لقد ظهر وتبلور ما بين منتصف القرن الثاني الهجري ومنتصف القرن الثالث نهج اتباعي في فهم أصول الدين وفروعه، وهذا النهج أو التيار يعتبر أن المشروعية الدينية لا تتحقق إلا بالعودة الدائمة إلى الأصول. هذا هو تعريف منهج الاتباع. النقطة الثانية، أسهم النهج الاتباعي في تكون أهل السنة، مظبوط، لكنه ما استطاع السيطرة في أوساطهم، لا في الفقه ولا في علم الكلام ولا حتى في الثقافة والأدب والتعامل مع الموروثات الكلاسيكية. يعني نجد واحد لا نستطيع، واحد زي شاعر عظيم زي علي ابن الجهم كان يتنافس مع ابن واس، لا نعرف أنه حنبلي وأنه من أتباع أحمد بن حنبل، شعره عظيم أهم من شعر أبي تمام. أحيانا أبو تمام يقال إنه كان يحب أحمد بن حنبل وكان من أتباع الخلال تلميذ أحمد بن حنبل، لا نعرف، يعني لا أعرف كيف يكتب أدونيس كتابا في الثابت والمتحول يربط بين عقيدة دينية معينة وطريقة كتابة الشعر. يعني عمود الشعر، تقليد الشعر العربي في عمود الشعر لا علاقة له بمذهب ديني معين، وأن الخارج عن الدين أو الشاذ عن الإسلام هو الذي يستطيع أن يبدع شعرا أما المسلم فلا يستطيع، كأن أبا نواس كان غير مسلم مثلا. ثالثا،
لا علاقة للاتباع في الدين بالاتباع في الشعر والأدب والثقافة، لأن الصورة والوظيفة والمفهوم كلها مختلفة. لماذا أنا أتبع هذا النهج الديني؟ لأنني أعتقد أنه ينجيني يوم القيامة، لكن لا علاقة له بما أمارسه في. قلت إن محي الدين ابن عربي الذي كفره أكثر المسلمين، مش أكثر الحنابلة فقط، كان حنبليا، يقال إن الحلاج كان حنبليا، ولذلك فقيه شيخ فقهاء بغداد الحنابلة لما جابوا الفقهاء الأربعة المذاهب حتى يفتوا بقتل الحلاج، الحنبلي هو الوحيد الذي لم يفتي بقتله. فكيف يكون الحنابلة سبب الانحطاط وضد الدنيا كلها؟ رابعا، خلصت، ما تسبب الاتباعيون أو السلفيون في ضياع المنجزات النهضوية في الحضارة الإسلامية؟ لأنهم ظلوا تيارا صغيرا غير مسيطر، ثم لأنه ما كان هناك انحطاط ديني أو ثقافي تسببوا به هم أو غيرهم. أنا لا أقول بأن الحضارة الإسلامية انحطت 1000 سنة. إذا كل المؤرخين جماعة التاريخ العالمي الآن يقولون أنه قبل القرن 18